أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة مع برنامج رواد الأعمال. كما عودناكم في كل حلقة، معنا اليوم الجميلة أنا كريستينا من أنا كريستينا بيوتي كونسبت. أهلا أنا. هاي. بداية شكرا جزيلا لتواجدك معنا ببرنامج، ونتمنى تعرفينا المزيد عنك وعن فكرة أنا كريستينا بيوتي كونسبت. أول شيء شكرا لك على الاستضافة الحلوة وللبرنامج الحلو. اولا انا صار لي من سنه 2014 بالبلد، اشتغلت بعده مجالات تانية غير التجميل، بس كان دائما الحلم واحد بالنسبه لي، يوم من الايام يكون في عندي براند اندر ماي نيم شيء خاص بالجمال. فاخترت انه يكون في عندي انا كريستينا بيوتي كونسبت. هي راح تكون اونلاين ستور، راح يكون عم ينبيع فيها كل شيء خاص بالجمال، من ميك اب برودكتس، من ماي برفيوم وديفيوزرز كمان عشان الريحه الحلوه للبيت، لانه بالنسبه لي الجمال هو مش بس جمال الخارجي، لازم نكون عم نهتم بكل الاشياء اللي حوالينا كمان. جميل جدا. طب ممكن تعطينا المزيد من التفاصيل للمشاهدين كمان، شو انواع الميك اب وشو انواع الديفيوزرز اللي حكيتي عنها كمان؟ يس اوف كورس. الميك اب راح يكون في عندي لهلا 6 او 7 برودكتس، اللي راح يكونوا ليب جلوس، ليب اويل، ال 24 كارات ليب جلوس كمان هو بيعطي مثل توريد للشفاف وبلامبينج للشفاف، وبلس كمان الديفيوزرز اللي هن اكيد راح يكون في عندهم ديفرنت اويلز وديفرنت سنتس مشان نكون عم نظبط ريحه البيت اكيد، وكمان البرفيوم ماي اون برفيوم راح تكون ريحتها كمان شيء كثير حلو، امبر ميست ماسك، كل هدول الاشياء ميكس توجذر تو جيف ا نايس فريجرنس. واو. سو بدنا نعرف شو اللي حيميز البرودكتس أنا كريستينا عن البرودكتس الموجودة حاليا في السوق؟ honestly يعني أكيد مثل ما بتعرف عالم الجمال كتير كبير especially بدولة الإمارات وعالميا يعني، فأنا أكيد رح كون عم بتبع خطط تسويقية معينة وبلان حلو ومهضوم مشان اقدر اكتسب قد ما بقدر عدد من الناس اللي راح تحب البرودكتس تبعي واللي راح تكون عم تشتريهم. سو ان شاء الله واكيد منها للعالميه يعني نأمل ان شاء الله يا رب. طيب لو حبينا نحكي عن المستقبل، شو رؤيتك المستقبليه وشو خططك المستقبليه لأن كريستينا؟ اوكي، رؤيتي للمستقبل اول شيء اكيد انا بشوف انه اكيد بتمنى وبحلم انه يكون في عندي ستور، راح يكون يعني يكون في عندي محل على ارض الواقع اقدر اكون عم بيع فيه اكثر من 6 او 7 برودكتس، يعني يكون عم بقدر يكون في عندي ماجوريتي كثير كبيره من انا كريستينا بيوتي كونسبت برودكتس، واكيد منها للعالميه برجع بقول ان شاء الله. ان شاء الله اتمنى لك المزيد من النجاح والتوفيق يا رب، بدنا نشوفك كل الامارات. شكرا. أنا بالأخير بدنا منك نصيحة لأي رائد أو رائدة أعمال عندهم طموح يفتحوا بزنس الخاص فيهم دولة الإمارات، شو بتنصحيهم؟ أول شيء بدي أشكر من القلب أكيد أصحاب السمو حكام وقادة دولة الإمارات على الدعم والثقة والأمن والأمان والاستقرار اللي بحسسوا فيه الشعب اللي عايش على أرضهم. وطبعا اكيد انا بنصح كل انسان ولا كل بنت ولا كل شاب في عنده خطوه للمستقبل ولا حلم ولا شو ما كانت الفكره اللي عنده اياها يدرسها، اكيد هذا البلد عنده كل الامور مسهله وكل الامور مطروحه ومفتوحه وكل الناس بتقدر توصل، وانا متاكده 100% من هذا الكلام، وبتمنى النجاح للكل وثانك يو كثير لك، واكيد ماي برودكتس بتقدروا تكونوا تلاقون على annakristina.store very soon it will be launched، وبتمنى يعجب الكل. ثانك يو. شكرا جزيلا انا لتواجدك معنا ببرنامج مره ثانيه، وبنتمنى لك دائما التوفيق والنجاح. شكرا لك على الاستضافه الحلوه وثانك يو سو ماتش. الى هنا اعزائي المشاهدين نختتم حلقتنا لهذا الاسبوع، تابعونا كل جمعه وسبت على قناتكم ABC الخليجيه وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. دمتم بخير وفي امان الله.